اختطف مسلحون يتبعون جماعة الحوثي شابين في نقطة تفتيش بين مدينتي صنعاء وصعدة بعد تهديدهم بالسلاح ونهب السيارات التي كانوا يستقلونها. وقالت مصادر محلية إن الشابين بسام قاسم الجلال 33 عاما وفواز عادل صالح العبد 17 عاما من أبناء قرية الجبارة مريس محافظة الضالع ما زالا مختطفين بمعتقل جامع اليهير. وأضافت المصادر إن جماعة الحوثي نهبت سياراتهم نوع كامري وتم تهديدهم بالتصفية الجسدية.